ورحمته. وأشهد أن لا إله إلا الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله خير من صام وقام وبين الشرائع والأحكام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، اليوم يشرق علينا عيد الفطر المبارك لينشر على الدنيا الفرح والبهجة والسرور، وتتجلى عوائل الكرم الرباني، فيفرح الصائمون بصيامهم وقيامهم واجتهادهم في العباد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي الأعياد تتجسد مظاهر الفرح المشروع، حيث قدم نبينا صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال رسول الله: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال لهما رسول الله إن الله أبدلكما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. وعن سعد بن أوس الأنصاري عن أبيه قال: إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا: يا معشر المسلمين، اغدوا إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه بالجزيل. لقد أمرتم بصيام النهار فصمتم، وبقيام الليل فقمتم، وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. فإذا صلوا نادى مناد: ألا إن ربكم. فإذا صلوا صلاة العيد نادى مناد: ألا إن ربكم قد غفر لكم، فارجعوا راشدين إلى رحالكم، ارجعوا مغفورا لكم إلى بيوتكم، فهو يوم الجائزة. هذه بشرى ساقها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ساقها للمسلمين، فالملائكة تقفل لهم على أبواب الطرق تدعوهم للإقبال إلى صلاة العيد والتوجه إلى رب كريم. لا يخيب من قصده، يمن بالخير ثم يثيب عليه الثواب الجزيل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الفطر فإن الله عز وجل يبعث الملائكة فيهبطون إلى الأرض في كل مكان فيقولون: يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم يعطي العطاء الجزيل ويغفر الذنب العظيم.
فإذا برزوا إلى مصلاه، فإذا توجهوا إلى المساجد لأداء صلاة العيد، قال الله لملائكته: ما جزاء النبي إذا عمل؟ فتقول الملائكة: جزاؤه أن توفي أجره. فيقول الله لملائكته: أشهدكم يا ملائكتي أني جعلت ثوابهم على ثيابهم مرضاتي عنهم ومغفرتي لهم. أما الذي يفرح بالعيد والذي يسعد قلوب اليتامى ويساعد الفقراء والمحتاجين، فاتقوا الله عباد الله وطهروا القلوب من الحسد والذل والبغضاء، وكونوا عباد الله إخوانا. إن هذا اليوم يوم عيد وبهجة وبر وتقوى، يشعر فيه بالسعادة من أتم صيام شهر رمضان وقيامه، وبذل فيه الميسور من الصدقات ابتغاء مرضات الله عز وجل. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: للمؤمن خمسة أعياد، كل يوم يمر على المؤمن لا يكتب عليه فيه الذنب وهو عيد، واليوم الذي يخرج فيه من الدنيا على الإيمان والشهادة فهو عيد، واليوم الذي يجوز فيه الصراط ويأمن من أهوال يوم القيامة ويخلص من الخصوم والزبانية فهو عيد، واليوم الذي يدخل فيه المنكر الجنة ويأمن الجحيم فهو عيد، واليوم الذي ينظر فيه إلى وجه الله تعالى فهو عيد. إن هذا اليوم يوم فرح وسرور لمن صدق يقينه وصحت نيته وقبل صيامه وقيامه، يوم فرح وسرور لمن طابت سريرته وحسن في رمضان عمله وطهر قلبه من الغش والبغضاء للمسلمين، وطهر لسانه من كل ما يغضب الرحمن. أيها الإخوة المسلمون، المسلمون هذا يوم عيد، ولكن العيد في الحقيقة لمن تمسك بالدين. هذا يوم الفلاح والنجاح، لو كان فيه المسلمون مؤتكفين متعبين قلوبهم على قلب رجل واحد. وعن وهب بن منبه رضي الله عنه أن إبليس يرن في كل يوم عيد، فتجتمع إليه الأبارسة وأعوانهم من الشياطين، فيقولون: يا سيدنا مما مضى؟ فيقول: إن الله قد غفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فعليكم أن تشغلوهم باللذات. فاتقوا الله أيها الإخوة المسلمون، واحذروا وساوس الشيطان، واحرصوا على اداء طاعه الله حتى تنجوا من عذاب الله في الدنيا والاخره. وعن عليه الصلاه والسلام انه قال: التائب عبد الرحمن، او كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. اتقوا الله تعالى وتوبوا اليه. الله أكبر، 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 الله أكبر،
الذي وفق عباده المؤمنين للطاعه ويسر لهم الخيرات والحسنات. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، جعل في تعاقب الاعياد عباده لكل الالباب. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي الى الهدى والصواب. اللهم صل وسلم وبارك على امام المتقين وسيد الخلق اجمعين وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، يبر عيدكم بالطاعات، ببر الوالدين وصله الارحام والعطف على الاقارب والفقراء والايتام. جندوا انفسكم لاصلاح ذات البيت، لاصلاح بين الناس، كما كان الصالحون من المؤمنين على ذلك، كانوا يغتنمون مناسبات الاعياد في الاصلاح بين الناس، فيحلوا مشاكل عظيمه وقضايا هامه. فكم من اصلاح اجتمع زوجان على المحبه والصفا بعد النفوذ والجفاء، وكم من اصلاح اطفئت نيران الفتن بين الجيران والاقارب والارحام، يضحون بمصالحهم للاصلاح ويتحملون ديونا يغرمونها للاصلاح، فيحل مشاكل عظيمه ويصبح بين القبائل والجيران والارحام، فاصبحوا في رياض الانس والسرور والحبور، نقفوا في عموم الايات الكريمه ونصلح بين الناس صلحا والصلح خير. اتقوا الله عباد الله، ان الله شديد العقاب. اتقوا الله عباد الله وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اتقوا الله واوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس اشياءهم، واجتنبوا المحرمات، واحذروا الظلم فانه ظلمات على اهل يوم القيامه. فندعو الله في هذا اليوم المبارك عسى ان يتقبل منا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الرحمه ورسول الهدى، عدنا من نصلي عليه من يومنا هذا الى يوم القيامه. اللهم شفعه فينا، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، واسقنا بيده الشريفه شربه هنيئه مليئه لا نظما بعدها ابدا حتى ندخل الجنه. اللهم لا تجعلنا في هذا اليوم المبارك ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ضالا الا هديته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا قهرته، ولا طالب علم الا وفقت قصده ونجحته، ولا قائد الا الى اهله سامحا غانما رابحا عليك. اللهم نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من شرك والنار. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تخيبنا ونحن نتوب، ولا تعذبنا ونحن نتوب. اللهم نتوب كما امرتنا، واستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا. اللهم بباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم ارحمنا اذا عرق الجبين وكثر الانين. اللهم ارحمنا اذا حار الطبيب وبكى الحليب. اللهم ارحمنا اذا رصدنا التراب ونسينا الاهل.
اللهم عنا إن لم يزرنا ذاك، يا رب لم يذكرنا ذاك، يا رب إنك على ما تشاء القدير، فبالإجابة الجليل والسلام.